مساء الخير لكل الأشخاص يلي عم يتابعونا عبر شاشة قناة سما الفضائية ببرنامج دوز اللي عم نتناول من خلاله مواضيع وأبحاث طبية بتهمكم. ضمن حلقتنا اليوم رح نتعرف على العديد من المواضيع، منها عمليات شد الوجه وأبرز التقنيات المستخدمة للعصبية وكيف بتأثر على القلب، بالإضافة لحديثنا عن قصر القامة عند الأطفال وأسبابه. مساء الخير دكتورة. مساء النور دكتورة، كيفك؟ تمام الحمد لله. وأكيد رح نبلش حلقتنا بمعلومة خفيفة، قلة النوم والتدخين ونقص الحديد من أهم أسباب ظهور الهالات السوداء تحت العين، لهيك على طول لازم نشرب مي بكمية منيحة ونحاول ننام لفترة مناسبة، وأهم شيء نستخدم الكمادات الباردة على العين. دكتورة شو رأيك بهذا الحكي؟ هلا لازم ننتبه لانه هلا بلشت تخلص الصيفيه تماما، واولادنا عم يسهروا اكثر مننا صحيح. فلازم ننتبه لهذا الموضوع كثير. فاصل وبنرجع لتفاصيل حلقتنا. مع التقدم بالعمر بتزداد المشاكل الصحيه المتعلقه بالشيخوخه، وبتختلف تطور هالحالات اعتمادا على الجينات ونمط الحياه وعوامل اخرى. ضمن هالتقرير رح نتعرف على أكثر المشاكل الصحية يلي ممكن نواجهها بعد سن الخمسين. خلونا نتابع. مع تقدم العمر بصير عند البعض تخوف من الأمراض يلي ممكن تواجهونا، خاصة بعد سن الخمسين، وأشار العلماء لأبرز ثلاث أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وهو سبب رئيسي للسكتة الدماغية والنوبات القلبية وأمراض الكلى وغيرها من المشكلات يلي بتأدي للوفاة. وهالمشكلة بتكون منتشرة أكثر بين الأشخاص اللي بتزيد أعمارهم عن 60 سنة، بحيث بتكون الأوعية الدموية أقل مرونة. هشاشة العظام بتأدي الشيخوخة لفقدان كثافة العظام، وبحسب الدراسات 20% من النساء فوق سن الخمسين مقارنة بالرجال مصابات بهشاشة العظام، خاصة أنه هشاشة العظام مرتبطة بزيادة معدل كسور العظام. السكري، العديد من الأطباء نوهوا أنه معدلات الإصابة بمرض السكري بتزداد مع التقدم بالعمر، وبيرتبط مرض السكري بمضاعفات بتشمل أمراض الشرايين الطرفية والاعتلال العصبي المحيطي، وهالشي بيساهم بالإصابة بقرح القدم السكرية ووباتر الأطراف. عمليات شد الوجه صارت شائعة جداً بالفترة الأخيرة ليتفادوا الصبايا الترهلات اللي بتظهر مع التقدم بالعمر، وعطول بيكون في كتير تساؤلات حول العملية ونتائجها والتقنيات اللي رح يستخدمها الطبيب. ولهيك اليوم رح يخبرنا الدكتور مازن اسماعيل الاختصاصي بالجراحة التجميلية من فرنسا عن عمليات شد الوجه والحالات اللي بيلجأ فيها الطبيب لشد الوجه، بالإضافة لتفاصيل عن تعليمات وإيجابيات هالعملية. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك شرفتنا. بداية دكتور خلينا نحكي أو نعرف بشكل هيك مبسط شو هي عملية شد الوجه. هلا وهين احنا إذا حبينا نحكي بالأساس هي إنه شو الشيء بخلينا نحتاج شد الوجه؟ نحتاج شد الوجه هي علامات الزمن، إذا بنستخدم مصطلح ثاني التقدم بالعمر، بس هي ما بحبوا الصبايا فبنقول علامات الزمن يعني. فأول وش بيترهل بينزل، بدنا نحاول نستعيد الوجه الشبابي، الوجه الطفولي، الوجه الجميل اللي بحبه. فبنحاول نشد الوجه، طبعا احيانا مع عمليات ثانيه داعمه لك تماما، الجلد نشده والداخل تحته بحيث نعطي استعاده للشباب والصبا او للطفوله اللي بحبوها. طيب دكتور هلا شو العمر المناسب حقيقه لاجراء هيك عمليات شد الوجه؟ لا هو حقيقه عمر 100% ما في، بس عاده فوق الخمسين بيكون وفوق الستين اكثر اذا حبت السيده تعمل. طبعا احيانا بعمر الأربعين بينعمل، في حالات قليله نمط الجلد، يمكن في ناس تلاقي طبيعه جلدها بتترهل اصغر بعمر اصغر. هلا تماما، والمشكله الاساسيه بتكون مثلا صبيه سمينه مثلا وزنها فوق ال 100 كيلو ونحفت بعمليه تخفيف وزن، نزل وزنها ترهل، فممكن وقتها يكون في ترهل بالوش ونقص، وقتها يكون بده شد جلد مثل عمليات شد البطن تماما. طيب دكتور خلينا نعرف الأسباب اللي ممكن يمنع فيها الطبيب من مريضته اللي جاية تعمل عملية شد وجه إنه من هي العملية ومن إجراءها تماما منعا باتا، شو هي الحالة؟ لا هي الحالة الأساسية إنه ما تكون بحاجة وشها ما بده، أو أحيانا شد جزئي، ولا ما أنا هي عملية إجمالا آمنة كويسة، تنعمل تخدير موضعي بس بالمشفى،
ممكن تنعمل تخدير موضعي يعني. تخدير موضعي يعني دائما بصنفوها ضمن العمليات الكبرى، مزبوط هالحكي؟ عمليه كبيره لانه حجمها والشغل والوقت بس ما فيها نزف، ما فيها استهلاك، بس بدها وقت وبدها دقه. بنشتغلها تخدير موضعي دائما بالمشفى مع تهدئه، بسموه تخدير مشارك، يعني ما في تخدير عام، ما فيهم ساعتين احيانا تماما تركين سيديشن، تخرج المريضة بعد ساعتين من المشفى وأحيانا أقل ممكن، طبعا إذا حبت إذا الوضع بيناسب، وبنعطيها التوصيات بعد العملية. بتقدر يعني تمارس حياتها الطبيعية على القليل لأنه تقدر تقوم بحالة أول نهار أو لا؟ بتقوم بحالة كامل نظامي، بس بنعطيها توصيات إنه بدك تكوني ملتزمة، ممنوع الحكي عن الموبايل كثير، أحاديث، فوتات، طلعت، مشان بفضل نخليها بالمشفى، نخليكي بالمشفى عنا أول يوم، ما بدها تحكي مشان الوش بيكون موزع، ممكن ضغط، غالبا شد الوش بيجي معه شد اجفان دائما، فالوش كله معه في ضماد على الوش بده يكون ضاغط مشان يضل مضغوط للمسافه كلياتها، المسافه الجلد المفتوح يعني، فبنخليها انه بدك تنامي بالمشفى، نامي بترتاحي، ولا هي فيها تخرج، بتقوم بحالها خدمه على الحمام وقاعده، ولا في شيء بيزعجها ابدا ابدا. تمام. طيب شو هي الحالات اللي انت بتنصح وتفضل انه ينعمل لها شد وجه؟ هلا هو بدنا نحط نحن الاستطباب، شد وجه كامل ولا جزئي ولا البانس مانيكان ولا يعني تسميات مختلفة وحسب مزبوط. الطبيب، فنحن بدنا نشوفها دائما، بيقولوا لي شو لنشوفك، لنشوف الوجه، وبنعطي النصائح حسب الحالة. أنا بطبعي ميال للحلول الأكثر جذرية، خصوصا إذا الوجه تعبان يعني ومتقدم، اعملي كامل وجهه وعنق وشفط عنق كله كامل وأجفان، يعني جولة كاملة، مو إنه والله بس شوي وقطبة من هون وهيك، هي كله ما بيفيد، ما بيعطي النتيجة، ما بيعطي نتيجة، كأنه ما استفاد شيء. وجه كامل عملية، عملية كبيرة بتاخذ شيء 4 ساعات بس بتاخذ نتيجة. خطر لي سؤال اللي هو المذيعة المشهورة المصرية ريهام اللي طلعت بعد ما عملية شد وجه، ما عندي عملت، مو عندي ايه لا طبعا مو عندك، بس كانت الترند على السوشيال ميديا صحيح، وضع التشوه اللي كان عندها، يعني هل هو فعلا شد جائر بالموضوع؟ صدقا ما شفت العملية، صدقا ما شفت الحالة ولا تابعت ما كثير، بس اجمالا بيجينا حالات ضعف الخبره، ضعف الاهتمام، الى تقنيات العاليه والحلوه بدها شغل، واحد يعرف كيف يشتغل، فكثير بيجينا قضايا بس للاسف صعب نصلح، يعني احيانا بيكونوا مشتغلين شيء خفيف، فينا نصلح انه نعيد العمليه من جديد كانه ما في شيء معمول، هذا افضل الحالة، بس اذا في حالات او ندبه او شيء صعب، والمشكله العمليه بدها وقت وشغل ومكلفه، يعني فيها كلفه، فممكن الناس ما يتشجعوا عليها. تمام. طب دكتور خلينا نحكي شوي كمان بشكل مبسط، شو هي الآلية المتبعة بجراحة لهي العملية؟ شد الوجه؟ هي بدنا نفتح نحن جلد الوجه، نفصله عن النسيج اللي تحته، تمام، بنقول تجاوزا للعضلات، هي حقيقة مو عضلات، في طبقة بنسميها السماس، بنقول نحن العضلات، نفصل عنها، بنفصل الجلد، بنطوي العضلات، بنقول طوي العضلات، هي طوي هالطبقة، فهي تكنيك صعب، هي صعوبتها بالوصول لمسافة بعيدة، نحن بنقول لازم نوصل لهون بالفصل كله تماما، فلحتى ياخذ جلد موقعه جديد بالرياحه، وهذا بيعطي الندبه الجميله، بدنا نوصل، فمو اي شخص او طبيب جراح قادر يوصل لهالمسافه البعيده بحدود الامان والهامش، لانه تحتنا في اعصاب وفوقنا في جلد، بدنا نكون صح. بنفس المستوى لابعد مسافه، نحافظ على الجلد ونحافظ على الاعصاب اللي تحتنا، فهي اللي بتخوف الناس وبيحاولوا ما يتشجعوا يشتغلوا، ونشوف نتائج ما انا كامله فيها. صحيح. هلا اذا بدنا نشجعهم شوي للسيدات انه دائما في حلول وفي تطور، شو هي الايجابيات لعمليات شد الوجه؟ تغيير الوش بشكل كامل، يعني فعلا خصوصا عوده للشباب، يعني تحس حالك بشكل واضح، بشكل واضح وتماما، في حالات ببينها، احنا اكبر معلم انا بتشخيص الشخصي بتلاحظوا عند السيدة بلش العمر عليها يبين، بلش شد وجه وعنق كامل دون نقاش، وقت يبينوا هدول الهون صحيح، بس صحيح. بينوا هدول نزلوا خلص. انقلاب المثلث بنسميه، ما بين مثلث تجميلي هو هيك صار هيك المثلث، هيدي شد وجه وعنق كامل، هذا الحل الافضل، اما هون ما بحل غير هذا الموضوع، شد وجه وعنق كامل. تمام. طيب دكتور خلينا نحكي شوي عن مثلا هلا المريضه شدت وجهها، بس هذا الشباب الرونق الطبقه الكولاجين او خلينا نقول هي كيف بترجع، كيف بنرجعها نحن؟ هلا في بدها معالجات، هيدي بسموه الميني بروسيجر، من ضمنها الميزو، انا غالبا بعمل مع شد الوجه ميزو، وغالبا بيكون هديه كادو، بيكون قبل او بعد العمليه؟ مع العمليه، مع العمليه، مع الجلد، يعني بتطلع بتفتح بيكون وشها اخذ نتائج الميزو ونتيجه الوجه الجديد وكله خلصت منه، فبعملها عاده مع العمليه، هي نايمه مخدرات محرضات للكولاجين تماما، الميزو وانواع كثير، معطيها استملت، معطيها كميه منيحه،
منيحة وبتفيد بعد الجلد، طبيعة الجلد والمترهل والمتصبغ والتعبان بيفيدوا الميزة، هي مداخلات بسيطة بتنعمل بالعيد، بس كونه مع شد وجه بنعمله كله، مع شد أشفام، مع شفط عنق، وأحيانا حتى شحمة بنعمل بالخدود حسب الحالة، وهو حتى طوي العضلات بيعطي حجم للخدود ولكراسي الخدود بيعطي شكل الطوي. بس حقن الشحم مو دائما بنعمله، حسب الحالة حسب الحالة. طيب شو التعليمات اللي بتنصح فيها المرضى بعد إجراء هاي العملية؟ هو أول شيء إنه بدها تكون هادئة، ما بدها شغل ولا جهد، لأنه نحن في عنا مسافة جلد مفتوح، بدنا نحاول نسكر هذا السبيس ما يجمع فيه مصل، وبدنا نشوفها ثاني يوم، يعني يوم العملية خلصنا، ثاني يوم هو بسميه اليوم الأول للجراحة، يعني ثلاث أيام متتالية بدنا نشوفها، نتابعها، بنعمل لها ضماد نفس المبدأ الفرنسي، إنه بخلوها هنا بالمشفى يومين، كل يوم بيعملوا لها ضماد، بيحاولوا يعملوا تنظيف للجرح إذا في شيء تحت الجلد مجمع بسموه ميلكينج أو تنظيف للسائل المجمع. أنا بخليها يومين أو أحياناً هون كونه إذا مسافة قريبة بتطلع على البيت وبتجي ثاني يوم، بتطلع على البيت وبتجي ثالث يوم، بنشوفها يومين متتاليين أو ثلاثة بنطمن عليها، وبنعطيها أحياناً تعمل مساجات خفيفة بعد ثاني يوم. تمام. طب دكتور شو هي هيك النصائح بشكل عام للمرضى المقبلين على هيك عملية؟ والله ما فينا نعطيهم نصائح لأنه هن الموضوع مو بإيدها، هي ممكن زعجها شيء بوجهها، قد يكون شغلة بسيطة، قد تكون شغلة معقدة، قد يكون مشكلة كبيرة، فهي موضوع عند الطبيب، هو اللي بده ينصحها شو بيناسبها. أحيانا بتجي إنه أنا بس بدي أحط شوية فيلر هون أو بوتوكس، أوكي مثل ما بدك، فنحن ما فينا إلا إنه أنت بدك شد وجه، إلا إذا هي حطت شكوى أو شف لي وشي أنا حاسسته تعبان بده شغل. نعم. هلأ كثير من المرضى بالذات بهي العملية بتخوفوا من الندبة اللي بعد العملية، خصوصا اللي بتكون هيك عند الشعر وعند عند الأذن تحديدا. تمام. أنا شايفة صور للأمانة. صح صح. فهي شو بس مو صور عملياتي شايفة. نعم. مو شايفة صور عملياتي. لا نحن عم نعمم بشكل عام. طبعا. يعني الندبة بحد ذاتها، فشو بتنصح المريضات بموضوع إنه كيف تتفادوا هاي؟ بنصح الأطباء مو المريضات، نصائح للمريضات. أول شيء نحن كنا نعمل جوا الشعر، صرنا بنعمل على خط الشعر بتقنيات خاصة بالقطع والهي، بعدين في عنا شيء بسموه خلف الإذن، هي القطعة هون اسمها التراجوس، هيدي بالإذن بنجي خلفها بتخفي لنا شيء 70% من الندبة، بتخفي فيها كثير، وبنجي خلفها وبتفاجئ كثير أطباء إنه ما بيشتغلوها، بيجوا قدام الإذن بتبين خصوصا إذا صبية بترفع شعرها، بهمها بالحفلة بدها ترفع شعرها، وقت بتنزل هالخصلة اللي تغطيها بتكون ما استفادت من كل العملية. صحيح. دائما بتأثر على حياتها يعني بالضبط. تماما ايه، فبشغل خصوصا يعني حتى اذا مثلا بتحط حجاب، اذا بالبيت بتزعجها، خصوصا اذا قدام الاذن وكبيره بتزعجها، نحن بس هالقطعه بنجي خلفها وللاسف بتجينا حالات انه ما عم بيشتغلوا. تمام تمام. شكرا كثير لك دكتور، شكرا كثير لوجودك معنا لليوم للمعلومات اللي قدمت لنا اياها. شكرا لكم ولاستضافتكم لنا ولطافتكم. اهلا وسهلا، شرفنا. كشفت الدراسات الحديثة أنه الغضب المتكرر مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فلما نغضب بتزداد سرعة ضربات القلب عن المعدل الطبيعي، وهالشي بيسبب النوبات القلبية وتصلب الشرايين. تفاصيل أكثر بهالتقرير. شعورنا بالغضب طبيعي، لكن لما يتكرر ويستهلك من طاقتنا بتكون المخاطر عم تهدد صحة القلب وعم تأثر سلباً على صحة الأوعية الدموية، وهالشي بيزيد من احتمالات إصابة الشخص بأمراض القلب على المدى الطويل. وأشار الخبراء أن الفترة الخطيرة بتمتد لساعتين بعد حالة الغضب، منكون وقتها معرضين للإصابة بشكل أكبر. إضافة لهذا الشي بتحدث اضطرابات ببعض الهرمونات بالجسم يلي بتسبب حدوث مشاكل بالنوم، وممكن أيضاً تؤدي لقلة التركيز. أيضاً الأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو ما بيقدروا يتنفسوا بسهولة في حال شعروا بالغضب، وهالأمر بينعكس سلباً على حالتهم الصحية وبسبب نوبات الربو. ونوه الخبراء أنه لما منشعر بالتوتر والغضب بيقوم الجسم بإفراز الكورتيزول، بالإضافة لهرمونات بتزيد من إنتاج الدهون يلي بتظهر على الجلد على هيئة حبوب، وبتسهل تسلل المواد المسببة للحساسية مثل الالتهابات الجلدية والصدفية. قصة
كسر الطول عند الأطفال موضوع بيثير قلق كبير عند الأهل، خاصة أنه هالمشكلة بتشكل تحدي صحي ونفسي وبتأثر على الثقة بالنفس وممكن تؤدي أيضاً لمشاكل صحية أخرى. وضمن حلقتنا حبينا نتطرق لهالموضوع كونه شائع جداً بالوقت الحالي، والتفاصيل رح يخبرنا ياها الدكتور ظافر سلامة اختصاصي بأمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة. أهلا وسهلا فيك دكتور. هلا بداية دكتور بدنا نسألك شو الحد المعين اللي نحن ممكن نعتبره في الطفل انه هو عنده قصر قامة؟ هلا نحن بنعتمد كثير بالجداول، نحن عندنا جداول بتعرفي نحن مخططات نمو تبع الأطفال. تمام. فنحن إذا كان الطفل بالنسبة لعمره ونسبة لمجموع الأطفال إذا كان تحت 95%، يعني إذا جبتي 100 طفل مثلا نقول من عمر 5 سنوات فبناخذ الوصفه تبعهم وبننزلهم، اذا كان تحت ال 95% فهذا يعتبر قصر قامه. اكيد قصر قامه طبعا. فنحن المعتمد فيه هو الجداول، هو يعني الادق تماما، هو يعني الادق طبعا، يعني هو اللي بيحدد لك انه هل الطفل، يعني لا بنعتمد كثير على النظر ولا على القياسات الوحيده، على التنزيل ضمن الجدول تبع الطفل. فاذا لقينا انه على مخطط النمو الطفل نزل تحت 95% فهذا بنميل انه هذا عنده قصر قامه. تمام تمام. طيب دكتور شو هي الاسباب الرئيسيه اللي بتخلي الطفل يكون عنده قصر قامة؟ احنا في كثير اسباب لهالموضوع، نحن الاشعة طبعا هي القصة الوراثية العائلية. اكيد. ونحن بلاد منا طوال الحقيقة، فنحن هذا الجزء الاساسي، في عندك شيء اسمه نحن بنسميه بالطب فشل النمو البنيوي او العائلي، بتلاقي لفترة معينة الاطفال كانوا قصار بعدين شدوا. طبعا هي حالات هي بنعتبرها حالات سليمة، في عندنا امراض ممكن تعمل لك مشاكل بالنمو، مثل اضطرابات الغدية مثلا إذا كان عندك عوز هرمون نمو أو قصور غدية درقية كمان، هذا أو سكري كمان بيأثر على الطول. في نحن أمراض مزمنة مثل سوء الامتصاص، مثل الأمراض الكلوية، أمراض الدم، كل هاي يعني أي مرض مزمن هو فبيأثر، أكيد بيأثر على نمو الطفل. في عندك شيء اسمه الاضطرابات الصبغية، هلا مثل تورنر، مثل داون، هلا في كثير أمراض نونان وغيراتهم ممكن يعملوا لك طبعا قصر قامة عند الأطفال. يعني الأشياء الأسباب مثل ما قلت لك هي بالدرجة الأولى العائلية والبنيوي طبعا هو الاشياء اللي نحن عندنا، والدرجات الاخرى هي صفه الاضطرابات الهرمونيه، مشاكل الامراض المزمنه عند الاطفال، اضطرابات صبيان يعني الاطفال هي الاكثر شيء بتشوفيهم يعملوا هالمشكله هاي. طبعا نحن حتى بس معلومه انه حتى الربو المزمن الشديد ممكن ياثر على نمو، ممكن ياثر على نمو الطفل مستقبلا. طيب دكتور اذا بدنا نحكي عن العوامل اللي بتساهم على انه يكون نمو الطفل بشكل طبيعي. هلا اكيد نحن بالدرجه الاولى نحن اول شيء اذا انا لقيت انه ابني صار عنده ميل لقصر قامه ما نزل تحت 95% بس هو عم لاحظ انه مو عم يطول مثل اقرانه، فبالدرجه الاولى لازم انا ادور انه يا ترى هالطفل عنده مشكله مزمنه، عنده مرض مزمن، عنده شيء عم ياثر على نمو الطفل. هلا في حال ما لقيت في عنده شيء فنحن بنلجا لشغلات هي النظم الغذائيه للاطفال. تمام. هذا بالدرجه الاولى لانه بتعرفي النظام الغذائي كثير بيساعد على نمو الاطفال. في كثير شغلات هي الجسم بتساعد هرمون النمو انه ياثر مثل الزنك، مثل فيتامين د. في شيء ثاني نحن هو النوم عند الاطفال، هي شغله كثير مهمه. صح اكيد. لانه نحن هرمون النوم بينفرز بالليل، فاذا كان عدد ساعات النوم منه عم يحدده بشكل كافي كمان هذا بياثر كثير على النمو عند الاطفال. صح. الشيء الثالث اللي بيلعب دور اكيد هي النشاطات البدنيه. صح. لانه اذا الطفل يعني ما عم يمارس نشاطات قويه كمان قاعد بالبيت قاعد على التاب العاب البلاي ستيشن ما عم يتحرك، حتى اعاده الاستقلاب الجسم ما عم يتحرك بشكل جيد. فهي شغلات هي بسيطه منزليه بس نحن كثير بتاثر على نمو الاطفال. طبعا نحن نحكي شغله كثير مهمه، اذا عندنا مرض مزمن او مشكله معينه عند الطفل مثل الربو مثل ما حكينا هلا، فاذا انت ما عالجتيها بشكل صريح وضبطتي المريض كمان اكيد بياثر على نموه. فهي علاج الامراض المزمنه بطريقه سليمه بتساعد كثير انه تحافظ على نمو الطفل. تمام. طب دكتور انا ممكن كاهل كيف ممكن يكتشفوا قصر القامه عن طفلهم بس بشكل مبكر؟ لا هي من مراقبات حسب جداول طبعا. احنا انت بس يكون عندك متابعه لابني، احنا ما عم نقول عن نتابع عند الاطباء، حتى بالمراكز الصحيه في عندنا جداول نمو مخططه وكثير بسيطه. فوقت اللي انا بلاقي انه بدي ابني ينحدر عن مخطط نمو، كان ماشي على خط معين وبدي يتراجع، فالاهل وقت اللي بيتابعوا ما عم اقول لك كل يوم خذي ابنك ولا كل اسبوع، كل شهرين ثلاثه فيك تعملي نظره على قياساته على طول وعلى وزنه. في جداول موجوده حتى على النت اذا بتحبي انت تنزليهم على النت، بحد ذاتهم بيحددوا لك اذا ابنك بده ينحدر عن الخط ولا لا.
هو هي مشكلتنا احنا عاده ان الامهات دائما عندها احساس انه ابنه ما عم يطول وابنه ما عم يشبع. هلا شوفي هلا مشكله الوزن مشكله كارثيه تماما. الامهات مش شايفين بس احنا بصراحه اكثر شيء الامهات بيلاحظوا ابنه هاجس صار يعني تمام. بس احنا اكثر شيء بتلاحظيهم بايام بعمر المدارس وقت بتصيروا تقارنوا باقرانهم. رحت على المدرسه لقيته اكثر اثر واحد وقتها بنتبهوا عليه اكثر شيء. اما نحن اذا انت كنت عم تتابعيه باول سنوات هذا اهم فتره بحياته تماماً. ممكن تقدري تشوفي الحاله. طبعا نحن ما عم نقول لك انه عالجي بس اذا لقيتي انه انحدر على الاقل اكدي انه ما عنده مشكله تماما. يعني هذا الشيء المهم اللي عم نشوفه عند الاطفال. نحن هي المعاناه اللي عم نعاني منها انه انا ابني مثلا صار له فتره طويله عنده مشكله انه ما عم يكسب وزن ولا طول. وقت اللي رحت على المدرسه لاحظت انه هالشيء موجود. بعدين عملت له دراسه واصطلع مثلا انه عنده قصور غده ذرقيه تمام او عنده سوء امتصاص الطفل. طيب انا لو هالمشكله مبكرا صحيح كانت عامله للعكس اكثر كان لقيتي مشكلته بكير تماما. طيب يعني شو صحه مقوله انه يلا عادي هلا كل الاولاد هيك بيكونوا صغار بعدين بس يكبر شوي بينفض؟ هذا فشل. هذا فشل النمو البنيوي اللي حكيت لك عنه اللي اكثر شيء بنشوفه. هذا طبعا الاشياء اكيد طيب. احنا عندنا قصه اذا عندك قصه عائليه مثلا انه اطفال كانوا كثير قصار. احنا هي بست شهور بتلاحظي انه ما عاد كبر بشكل كامل. بعدين بده يكبر شوي شوي لما قبل البلوغ بفوتوا بشيء اسمه قفزه النمو. هذا اسمه فشل نمو بنيوي. هذا بتلاقي قصه عائليه كثير كبيره عنه هذا الموضوع تمام. يعني بالعائله كذا حدا مر بهالمرحله. طبعا احنا ما فينا نعزي كل شيء له فلازم نعمل اجراءات في اجراءات تشخيصيه لحتى نحكم انه هذا عن جد هو هيك تمام. هلا هون كنت بدي اسال حضرتك انه شو الفحوصات اللي لازم نعملها وامتى لازم انه هن يراجعوا الطبيب؟ هلا برجع بقول لك احنا اذا لقينا انه صار في عندنا انحراف عن الخط المعياري فبالدرجه الاولى باخذ قياسات ابني. اذا لقيته هو منحرف عن الخط المعياري بدي في اجراءات تشخيصيه في منها تمام. بسيطه كثير. الدرجه الاولى شيء اسمه صوره العمر العظم تمام. احنا بنعمل صوره شعاعيه بسيطه لايد الولد فبنحدد قد ايه عمره العظمي تمام. هلا عمر العظم هو النقطه الاولى لتوجه لك انه هالطفل فات بمشكله ولا ما فات بمشكله. لانه اذا عمر العظم ماشي مع عمر الزمني للطفل وهو مقصر عن عمره فهذا عنده مشكله حقيقيه تمام. اما اذا عمر العظم ماشي مع عمر قياساته فانا بميل انه لا ابني طالما عمر العظم ماشي مع القياسات فهو طفل سليم تمام. بنميل للسلامه لهم لانه هو عمر العظم بحدد لك زمن البلوغ تمام. بتعرف احنا فتره البلوغ وما بعد البلوغ بصير في تباطؤ من النمو فالعمر العظم هو اللي بيحدد لك اهم شيء. مشان هيك هالصوره البسيطه السهله عباره عن صوره شعاعيه بسيطه صح. بتحدد لك انه انا ابني بده دراسه ولا لا. هلا في حال نحن لقينا انه هالطفل عمره العظمي مثلا بانه ماشي مع قياساته ففي تحاليل مخبريه نحن بنسويها عاده بشكل روتيني. بنعمل له اكيد صور امتصاص بنحطه بالدرجه الاولى تمام. بنعمل تحاليل هرمونيه مثل الدرق ممكن نعمل له هرمون نمو للطفل تمام. في تحاليل ثانيه مشان الامراض المزمنه وظائف الكليه وظائف الكبد كلها هاي بنجملها بدراسه واحده لنشوف انه هالطفل عنده مشكله مزمنه او لا. هلا في حال انا ما لقيت عنده مشكله مزمنه وقتها بعتبر انه هذا الطفل هو عن جد قصير قامه بشكل بنيوي هو بنيوي اساسي وراثي عائلي يعني حتى صفة من نرجع وقتها نرجع نشوف يعني. الاب والام قد ايه قياساتهم طبعا احنا عندنا حلول حتى لو الاهل العائله قصيره صار موجوده كثير بالبلد صحيح الحمد لله. بس الفكره انه نحن اذا لقيت مرض مزمن بدي اشتغل عليه اول شيء. ما لقيت ولا شيء وقتها بدي افكر انا شو الحلول اللي بتساعد ابني انه يطول. طبعا كل عمر له اجراءاته بتصير بهالموضوع تمام. هو هذا السؤال يا دكتور هلا بدي اسالك اياه انه نحن شخصنا هذا الطفل انه وعرفنا انه هو عنده قصر قامه شو الحلول المقترحه ان كانت دوائيه او جراحيه؟ هلا نحن حسب العمر اول شيء نحن بالاعمار الصغيره يعني في نحن اذا انا لقيت انه ابني عنده قصر قامه ما عنده مشكله مزمنه هو عباره عن طفل قصير بسبب عائلي ففي عندنا ادويه نحن بنستعملها عاده هي ادويه بسيطه بتساعدها تثبيت هرمون مثل الزنك الفيتامين ده مؤيه فيتامينات طبعا في نحن في مثلا الارجينين لانه هذا بيحرض افراز هرمون النمو طبعا هو دواء امن جدا علبة بروتين بس ما انه شيء سحر كمان بفكروه هو تماما مثل ما قلت انه هو حيطول فورا سحر بس هذا بيساعد بهالموضوع. احنا عم نحكي بالاعمار الصغيره هي ما قبل البلوغ واعمار مثلا 5 سنين ولا 6 سنين وانا ابني ما عنده مشكله مزمنه فيني الجا لهالشغلات البسيطه مع تغذيه نظام تغذيه مع نوم منيح ورياضات او هيك بتساعد على هالموضوع. هلا بنمشي لاعمار اكبر بنكون عم نراقب الطفل قربنا صرنا 7 سنين صرنا 8 سنين وما فوق وابني ما عنده مرض مزمن ولا عنده شيء ولاحظ انه لساته عن جد عم يكسر ففي نحن عندنا ادويه بهالعمر بتستعمل مثل هرمون النمو اللي كثير بيساعد بهالموضوع طبعا هو امن جدا في حال نحط بمحله تمام الموضوع وبجرعته النظاميه مو بشكل عشوائي عم يستعمل فبيعطي نتيجه كثير منيحه. في اجراءات جراحيه طبعا مثل تطويل الاطراف تطويل العظم هذا موضوع ثاني صفه معقد كثير بهالموضوع انا طالما هرمون النمو عم يساعدنا كثير فعاده ما بنلجا لشغلات ثانيه اكثر من هيك طيب بيعطي نتيجه يعني آه
طبعا هو يعني يعني مثلا قديش ممكن يطول الطفل او الشخص هرمون اكيد النمو. اكيد بنو سحر ما راح يكون مثلا اذا عندك قصه عائليه كثير كبيره لقصر ما راح يكون شيء سحري كثير، بس انت بتزيدي بال7 ل 10 سنتي عن الطول المتوقع. تمام. اذا اخذتي وسط العائله جيد يعني منيح كثير، نحن بالنسبه لنا كثير منيح يعني. طيب شو هو دور الغذاء بموضوع الطول، وهل في اغذيه معينه انه بتنصح فيها بتزيد موضوع الطول؟ هلا اكيد التغذيه الصحيه المتناسبه بتساعد كثير، مثل ما حكينا مثل ما قلت لك هلا المكونات فيها زنك عالي، هلا اكيد حكينا عن فيتامين د واستقرار فيتامين د بيساعدنا كثير. اذا انت نظامك الغذائي متوازن بحيث انه الطفل ما عنده الا نقص حديد، صح شو نقص حديد حتى بياثر على النمو عند الطفل طبعا. طبعا فكله اذا انت كان غذائك متوازن صحي سليم فهذا كثير بيساعد على موضوع البروتين بالدرجه الاولى. صحيح. يعني احيانا نقص البروتين بالاعمار الصغيره نحن يعني اي شيء بجسمك ناقص وجسمك بحاجه له راح ياثر على نموك اكيد بالنهايه. اكيد تمام. طيب دكتور خلينا نحكي شوي عن اخر تطورات بعلاج قصر القامة عند الاطفال غير مثلا الابر هرمون، خلينا نحكي شوي عن الشق الجراحي بهذا الموضوع. هلا قلت لك نحن بالنسبه لنا طبعا نحن اذا عندك قصر اطراف نحن معلش في متلازمات صحيح مرضيه مثل تورنر مثل اكوندروبليجيا. اكوندروبليجيا هي عصر تصنع العظم والغضروف هيك اسمه اكوندروبليجيا. تورنر هو مرض بيصيب البنات بيكون عندهم صبي اكس او ما عندهم اكس تي مثل ما المفروض يكون، او داون اللي عندهم صبي زياده 21. طبعا بتعرفي انه هول بغض النظر عن القصه العائليه هن ما راح يكونوا طوال لانه عائليه يعني هن لنقول هالمتلازمه الصبغيه بدها تعمل مثل اونونان مثلا، يعني هي الامراض كلها بتاثر على النمو. تمام. فنحن في عنا اجراءات طبيه بتنشغل لهالموضوع مثل هلا مثلا الاكوندروبليجيا انه الاطراف قصيره. طيب انا فيني اساعده نطول له اطرافه عن طريق كسر وتمديد العظم. تمام تمام. عرفتي فهذا بيساعد طبعا هو اجراء مفكره بسيط بس هو لا اكيد ما له بسيط. اكيد ما له بسيط اكيد مشان ما يقولوا العالم ايه بسيطه انا بشتغل هالشغله وخلص القصه. لا مو هيك صح. شهور لحتى يتمدد. تمام. احنا عندنا تمديد عظم روتيني طبعا هذا اجراء حتى انه العصب الاعصاب انها تطول. هلا اكيد انت في عندك معايير معايير. انت وقت بتكوني عم تمددي لانه هو العصب بنمو لحاله العضلات بدها تنمو مع بتقولي يعني العظم عم تمددي شوي شوي لتاخذي طبعا اجراء اول شيء هو قاسي ما انه سهل مؤلم قاسي يعني مؤلم ومؤلم ومعيق للحركه طول الفتره وبعدين يعني هو التدريجي ما انه شيء ما في شيء سحر والله. خلال قديش ممكن نحن نحصل على النتيجه اللي بدناها؟ ممكن 3 سنوات توصيلها. تمام. احيانا بضلوا 3 سنوات عم يكبروا. هلا يعني برجع بقول لك نحن وقت اعتمدنا كثير على الادويه مثلا مثل هرمون النمو او شغلات ثانيه مساعده كثير خففت من الاجراءات بالقديم ما كان في هيك شيء موجود. تماما. نحن حتى هرمون النمو معلش هلا صار مستعمل بشده. بالقديم اللي بتحكي مثلا من 20 سنه كانت شركه واحده بالعالم تنجو اسعاره هائله جدا. صحيح. فوقت كانت يعني محتكرته. فكان ارقام كثير كبيره مو كل مين كان يدفع له. هلا العكس هلا صار متوفر. صار في شركات كثير بالعالم عم تسوي. صحيح. يعني هلا مثلا عندنا بسوريا عم حتى رياضيين احيانا عم ياخذوه ل هلا قصه ثانيه ثانيه تماما بس انه هو صار يعني موجود بكل اشكاله وبكل الاحتياجات. بس يعني انت وقت كنتي عم تعطي تحكي عن كورس علاجي بكلف ارقام هائله جدا كثير. هلا الاسعار صارت مقبوله صار في شركات كثير عم تنجو طبعا هو هرمون موجود حتى بسوريا مستورد وعم يجي منيح وعم يساعد الطول. فبالعكس انت تغير كل طريقه تعاملك مع الطول. يعني انت عم تشتغلي على شغله كثير سهله ولطيفه وعم تعطي نتيجه كثير منيحه. طيب دكتور طالما حكينا عنه لموضوع هرمون النمو قديش صار متوفر هلا، هلا لاحظنا انه في كثير عالم عم تاخده بس بصراحه بشكل عشوائي يعني بيكون طفل هو ما بحاجه بس الام حابه لسوء الحظ انه يعني لانه صار سعره رخيص وما له مشاكل. هلا مشان نحكي بالطب الحقيقي نحن مشان ما نحكي انه نحن السايد افكت فيه لو اخذته بغير حاجه. هلا طبعا الا اذا كان في عندك قصه مثلا كثير مهم هالموضوع انه مثلا عندنا قصه ورميه بالعيله او مشاكل اورام او ضخامات القلب يعني ما فينا نستعمله هيك عشوائي. فنحن استعماله العشوائي اول شيء ما راح يغير شيء. يعني مو انا اذا اعطيت هرمون نمو لابني اللي اصلا هو كثير منيح راح يصير احسنين ما راح يصير. هو نفس الشيء طفل منيح. الشيء الثاني ممكن يعمل لك مشاكل خصوصا اذا انت عندك برجع بقول لك عندك مشاكل مزمنه عائليه مهمه. فما فينا نستعمل عم نحكي كلمه هرمون صح بكل بساطه نعطيها اذا ما كنا مأكدين انه الطفل بحاجه لها. حتى الكبار يعني معلش استعمال هرمون النمو هلا عم يستعملوا كثير شغلات الكبار. حتى انا شفت دراسات اختلفت بموضوع الجرعه. تمام. في اطباء قالت انه اللي عم يعطي جرعه مو يوميه تخيل مو يوميه ما حتعطي هالنتيجه
المرغوبة مثل اللي مرة في أطباء بيعطوه مرة بالأسبوع. تمام. نحن دكتورة نحن عنا أول شيء بنعطى هرمون له جرعة حسب حالة المريض. يعني مثلاً SGA اللي يسموه هذا قصر القامة بالنسبة للعمر، غير ما يكون عندك مثلاً متلازمة صغية. صح. طبعاً هذا جرعة وهي جرعة. هي جرعة تماماً. فنحن بنحسب حسب الوزن. فحتى دقة الجرعة بتعطي نتيجة منيحة. إذا أعطيت جرعات ما أنا صحيح ما بتعطي نتيجة. ما بتعطي نتيجة. يعني لأنه نحن أصلاً هرمون هو بجسمنا كيف بنطرح. يومياً نبضات يومي. تعرفي أنت إنه نبضة بتجيكي بالليل نبضة. فإذا ما أعطيتي النبضة وتعطي أنت بهالطريقة ما بتعطي شيء. يعني أنت عملياً ما بتعطي شيء. فأنت بدك تنفي عندك كورس علاجي زمن معين. عم انطق مثلا عم انطق يوميا او يوم ايام لا طبعا هذا احنا في كورس انه يوم ايام لا وكمان عم يعطينا نبضات كثير قويه تمام. ايه. عم بكون اوفر للاهل بصراحه يعني ايه. اما نحن اما والله بعطيك الاسبوع مره وجرعه قليله بخفف هيك الجرعه عم شوفك وصفات بصراحه يعني تمام. شوف هيك هلا اخطاء كثير كبيره فنحن التعامل معه بده يكون كثير دقيق والجرعه كثير دقيقه مو كيف ما كان طبعا حفظ الهرمون صح. كثير مهم انت عم تعطي تبريد معين صحيح يعني يعني هلا ما بده تبريد كثير قوي يعني بس انه على الاقل يكون محفوظ بشكل ثاني مستورد مأمن انه مصدره منيح عم يجيكي هرمون بصراحه تهريب منه امن ولا مأمن عليه ولا شيء فنحن كله هذا بيلعب دور والجرعات لانه هلا مثلا الرياضيين حكيتي حضرتك انه عم ياخذوا الابر الهرمون مشان تكبير العضلات طيب ما انت عم يعني عم ياخذوا جرعات كثير عاليه يا ما صار في عندهم ضخامه قلب وصرفيات عندهم مشاكل وفيات صحيح صرفيات حقيقيه يعني موجوده يعني انا يعني صحيح ومذكوره بشكل شائع صحيح ما لنا شغله نادره عند رياضي هيك عضلاته توفى فنحن استعماله يعني مع انه هلا مناسب احكي لك شغله عنه هرمون وبعدين استعماله اذا كان بمحله بطريقته صح. اكيد ما له مشاكل هلا عم استعمله الكبار بالعمر مشان تجديد الشباب مشان الاظافر مشان البشره كثير شغلات عم استعمله بس حتى بالاعمار الكبيره استعماله بجرعات معينه يعني مو مثل حتى جرعات الاطفال مو مثل جرعات الاطفال لا تماما يعني انت عم تعطي جرعات الاطفال جرعات كثير عاليه انت بتفاجئك انه جرعات الكبير غير جرعات الاطفال جرعاتنا كثير عاليه اما الكبار بياخذوا جرعات كثير بسيطه منه تمام فنحن حتى هذا الموضوع يعني كله بده يكون محسوب تمام فما فيك تعطي انت دواء حتى لو مو هرموني اي دواء بالعالم تعطيه لطفل يعني لطفل بدون ما تكوني انت حاسبه حساباته واثاره الجانبيه احنا بتعرفي دكتوره احنا الادويه حتى حسب وزن الطفل وحسب احتياجاته وحسب جسمه حسب قصته السريريه كله هذا بيلعب دور تمام طيب دكتور نحن امتى اخر عمر او اخر وقت ممكن يفيد فيه هرمون النمو هلا نحن متى يعني انا اقول انه ابني والله مثلا ما نفض هي نبضه الطفل تمام شو اعمل هلا نحن نحكي شغله نحن عندنا نحن اول شيء البلوغ على مراحل هو مراحل عند يعني بيختلف بلوغ البنات عن الصبيان لانه الصبيان 5 البنات 6 نحن بس يبدا البلوغ المرحله الاولى نحن بتعرفي ستيجات البلوغ نحن مو انه والله بدي بلوغه ابني خلصت حياته لا لساته بالعكس هي ذروه الحياه تبعه يعني فنحن بس يبدا البلوغ من المرحله الاولى من البلوغ او ستيج 2 نحن بنسميها المرحله الاولى ما قبل البلوغ بس يبدا فيك تستعمليه هلا كل ما تقدم البلوغ كل ما كانت فعاليته اقل يعني كل ما كان بلوغ لانه انت عم تاثري على النويات اللي بتكبر العظم فانت وقت تعطي هرمون النمو والنويات ما انا متكلسه غير بس كوني متكلسه هلا انت بس تفوتي بمرحله البلوغ المتقدم عند مثلا بنقول الاناث اجت الدوره طبعا الدوره هي مرحله ثالثه رابعه بلوغ نحن عندنا ما لنا نهايه البلوغ تمام من بعد سنه من الدوره ممكن يفيد مو بالمئة مئة موثوق بس بعدين ما عاد يفيد هلا انا سمعت في يعني كثير من المرضى بيجوا بيسالوا نفس السؤال انه انا شو رايك نعطي بنتي ايقاف بلوغ ما نخليها انه تمام هلا توصل لمرحله الطماس لحتى تطول اطول اوكي تمام سمعت في يعني في اهل عنده هالشيء طبعا وهو بيفيد ما انت عفوا انت كل مراحل بلوغ المرحله عندك 6 شهور نحن قفزه النمو هي بالمراحل الاولى من البلوغ فانت اذا قدرتي تبطئ هلا في طريقه طبعا نحن في يعني في عالم مثلا او لنقول في طريقه طبيه انك تعطي ايقاف البلوغ مع هرمون النمو تمام فانت وقت بتبطئي مثلا انا لنقول عشان اعطيه فرصه اكثر لنقول انا ستيج انا مثلا بديت ستيج بلوغ بالستيج الثانيه هلا فتت عليها بديت المرحله الثانيه وبديت ابلغ طيب اذا هالمرحله اللي هي 6 شهور سويتها سنه عرفتي مديتها طبعا نحن عنا ادويه اكيد هي هرمونيه بتساعد على الموضوع تماما وما لها اثار جانبيه مشان ما ينحك عليها شيء يعني لا بتاثر بعدين على الانجاب ولا على شيء فنحن اذا استعملناها كمان بنساعد على زياده الطول يعني حتى بالقديم نحن معلش قبل ما يرخص الهرمون يصير هيك متوفر بهالشده كنا ما في عندنا امكانيه نخلي الاهل يدفعوا حق الابر الهرمون صحيح. فكنا نعطيهم ايقاف البلوغ يعني نطول فتره البلوغ بدل ما تكون مثلا نقول خمس ستيجات
خلال سنتين ونص او ثلاث سنوات اسويها خلال 5 سنوات. طيب انت بتكسبي طول، لانه نحن بفتره البلوغ هي فتره ذهبيه للطول. صح. بس بالمقابل يعني انه يعني بضل الهرمون النمو كفة عالية كثير اعلى من هيك شيء، يعني هو يعني هي الدرجة الأولى ستيب 1 تبعنا نحن بالنسبة لنا، بعدين ستيب الثانية هي مثل إيقاف البلوغ. هلا فيك تلاقي اثنين الخطين مع بعضهم، يعني فيك تعطي إيقاف تماما نوقف ونعالج تمام. هلا بنرجع بنحكي الآثار الجانبية بعدين، هي من ما لاقي ما لا شيء صفر، يعني نحن ما عندنا آثار جانبية طالما ابنك مدروس منيح مأكد إنه ما عنده شيء داخلي فآثاره الجانبية معدمة. طب دكتور هو انا بدي اسالك هذا السؤال، لو نحن عندنا مشكله عند الطفل شو من كانت، فنحن بدنا نعطي هذا هرمون نمو مع انه ممكن الطبيب منع مثلا، فنحن شو بدنا نعرف الاثار الجانبيه له اذا كان الطفل عنده مشكله او شيء مرض؟ هلا اذا الطفل عنده مرض ما فيك تختاري، يعني عفوا ما نحن حكينا انه الاهل عم ياخذوا لحالهم، فمش ممكن يصير هون. هلا شو السايد افكت تبعه؟ هلا مثلا هلا اذا كان عندك اورام فهو بفعل الاورام، يعني اكيد ممكن يعمل لك ضخامه بعضله القلب مثلا، هي اذيه كثير كبيره بنشوفها. يعني انت وقت بتستعملي يعني مثلا اللي عندهم اعتلال عضله قلبيه ضخامه ممنوع ياخذوا مثلا كفكره عامه يعني. فانت وقت بتعطي الهرمون بغير يعني تخيلي انت مثلا بيجينا ايام عنده ورم ضخامه ومو مكتشف. هلا نحن وقت اللي بنعمل تحليل هرمون النمو اذا شكينا انه عنده نقص بنعمل اكيد رنين مغناطيسي ناكد انه ما عنده ورم نخامه، او على الاقل يعني في صوره بسيطه سرج تركي بنشوف اذا السرج ممتد. فاذا انت عندك ورم نخامه واعطيتي هرمون نمو انت عم تنمي الورم. صحيح. ولو هو ورم سليم، يعني اورام نخامه هي سليمه، بس بغض انت عم تعملي مشكله انه صار عنده ضغط بالراس بتوصلي ممكن توصليه على انه اخشي حط له شنط براسه من وراء اجراء هو فاشل. صح. وما بتاخذي نتيجه منه. طبعاً الهرمون ما راح يعطيك نتيجة. فنحن الخيارات برجع بقول لك المريض هو بده يندرس قبل اكيد دراسة يعني. صحيحة يعني هي ما انا مكلفة عفوا، شفتي هالحكايات اللي حكيناها هون ما انا مكلفين. صح. وبصيروا مشافي حتى الدولة نحن عنا، بس انه انت وقت اللي انا بعمله مرة بحياة ابني وبأمن انه انا ما عندي شيء خلص انتهى الموضوع. يعني على الاقل مثلا تحليل امتصاص نقول او الداء الكيسي اللي فيه مثلا فيك تعملي نحن يعني اجراء مثلا تحليل امتصاص ينعمل، تحاليل غازات دم شرياني بتنعمل، هيك شغلات بسيطة جدا. بس هي بالنهاية بتحطك على خط انه انا ابني اذا في شيء مخبى وراه ولا ما في شيء كامن، لانه اذا في شيء كامن تخيلي انت عم تشتغلي على طول ابنك وعنده سوء امتصاص. تمام. وطبعا نحن سوء امتصاص اذا انهمل بتعرفي انه بيأهب لأورام مع الكبر، غير انه مشكلة طبعاً. النمو والوزن، او انت عندك مثلا امراض منجلي او تلاسيميا وانت عم تشتغلي على طول، طيب لحقك، او عنده قصور درق وفاتت مرحلة الطفل عم تأخر عقلياً، عم تأخر زمنياً، عم تأخر علمياً، والله أنا ما أعطيه أبر هرمون نمو، طيب ليش ما بحلوا مشكلة الدرق أول؟ تماماً. يعني كله هذا بتلعبي بتشتغلي عليه. فمشان هيك تحاليل هيك بسيطة، جدول صغير بنعمل، وقت أنا بقول إنه ابني ما عنده مشكلة داخلية ولا في شيء مخبى وراه، وقتها بشتغل على باخذ حريتي بالشغل يعني. أما طالما إنه ابنك مخبى في شيء لا بدك تحلي مشكلته أساساً. تمام. بدنا نتشكرك كثير دكتور، والموضوع شيق وحلو وممتع للامهات يعني. اخذ كثير ضجه بالبلد العيا. يعطيك الف عافيه دكتور. شكرا لك دكتور، اهلا وسهلا فيك. شكرا. اما هلا خلونا نشوف ريل الاسبوع مع الدكتوره هبه شاكر الاختصاصيه بتجميل الاسنان. مرحبا. اسباب رائحه الفم الكريهه بشكل سريع، اسباب لها علاقه بالفم والاسنان مثل وجود حشوات سيئه، تركيبات سيئه، التهابات للنسج داعمه، بالإضافة إلى جفاف الفم. أسباب العلاقة بالسبل التنفسية مثل التهاب الجيوب والبلعوم واللوزات، أو أسباب العلاقة بالمعدة والإنتانات المعدية، أو أحيانا ممكن يكون أسبابها فشل كلوي أو كبدي. فلازم إحنا بس نحس يعني رائحة كريهة نراجع الطبيب المختص وضلوا بخير. وهيك بتكون حلقتنا خلصت، تابعونا الجمعة الجاية بحلقة جديدة ومواضيع مختلفة، ولا تنسوا تخبرونا اقتراحاتكم عبر بريد الصفحة. ما ضل غير نقلكم تبوا بألف خير.